السلام عليكم. اليوم نعرفوكم بمشروع نتاع مجلس قضاء الصيف. نروح نشوف المشروع هذا وين وصل. وراني داير في القناة حوالي 6 أو 7 فيديوهات على المشروع هذا، يعني في المراحل تاع الإنشاء ديالو، عبر يعني شفنا التطورات تاع المشروع هذا. واليوم نروح نشوف، بأننا رانا في مدينة الصيف، نروح نشوف وين وصل المشروع هذا. وعلى حسب ما راني نشوف أنا هنا، المشروع هذا يعني تقرب النهاية نتاعو، وما بقات إلا بعض الرتوشات الأخيرة قبل وضعه حيز الخدمة. سنقترب أكثر من البناية ونشوف المعالم نتاعها، اللي هو في الحقيقة طراز معماري جزائري، وفيه إضافات عصرية، كون أن البناية كبيرة جدا، فيها حوالي 12 طبقات، وفيه توظيف لبعض النماذج نتاع التراث الأندلسي للفوق، وكذلك إضافة لتغليف الموقع، التغليف يعني البناية، وإضافة اللون المناسب جدا، اللون هذا فاتح، والمدخل فيه مدخل. نشوف، نزيد نقترب ونشوف. وكذلك يعني إيجابيات نتاع المشروع هذا، وأنه يقع في موقع جميل جدا، محاذي أو مقابل للبحيرة، وكذلك هنا الطريق، يعني المشروع رائع، يقع في موقع رائع، وسيضيف، هذا أكيد يضيف للمكان لمسة عمرانية، يعني يزيد من الزخم تاع المدينة تاع الصيف. إذا هذا هو إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.